الرحمن الرحيم. أعزائي متابعينا ومشاهدينا عبر شبكة الفارس العالمي، أنا لا نواصل تغطيتنا في هذه البطولة المقامة على مزرعة الهمام، ويقف بجانبي الأستاذ غازي عزت مدير فريق خطوط الجوية. أستاذ غازي نرحب بك عبر ظهورك في شبكة الفارس العالمي. الله يحييكم وفرصة سعيدة أني أنا معكم. أستاذ غازي، رأينا فريق الخطوط متعادل في المباراة الأولى ومتصل لحد هذه اللحظة بثلاثة أهداف. الحمد لله على كل حال. نتمنى أنه برضو في المباراة الثالثة نحقق فوز إن شاء الله وننافس على الكأس إن شاء الله. إذن ما رأيك فريق خطوط لحد هذه اللحظة؟ والله شهادتي مطعونة فيهم حقيقة، شهادتي مطعونة في الزملاء، لكن أقول الله يوفقهم إن شاء الله وبيض الله وجههم. إذن هل تتوقع من أبناء الخطوط ينتقلون إلى أدوار متقدمة بإذن الله؟ بإذن الله تعالى، بإذن الله. لو ما كان عندنا الطموح ان احنا نسابق على الادوار المتقدمه ما كنا اشتركنا اساسا. اذا كلمه اخيره تقول للخطوط. والله انا اهدي تعادلنا المره الماضيه وفوزنا الى هاللحظه، والشكر موصول لسعاده الاستاذ عبد اللطيف الصفيان مدير عام الخدمات الارضيه الذي يعني حقيقه نشكر دعمه اللامحدود المعنوي والمادي لكل الأنشطة في الشركة في الدمام. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لقناتكم الكريمة. شكرا. إذن هذا كان حديث الأستاذ غازي عزت مدير فريق خطوط الجوية.